طيب لو اتكلمنا عن انه احنا كنا في الاول بنقول ان في جهاز اختراع كده نزل السوق جديد ان هو بيعالج فكره او بيتحكم في فكره استخدام الانترنت. هم شباب اخترعوا الجهاز ده، شباب او طلبه اندونيسيين حسوا بالمشكله دي انه في الجيل بتاعنا كله ما حدش بيقدر يستغنى عن استخدام الانترنت، فقرروا يشتغلوا على الجهاز ده واستغرق تصنيعه حوالي 3 شهور. هو جهاز بيتحط حوالين الايد وسموه ناتكس، وهو مشتق من كلمة ديتوكس، وانتوا عارفين ان فكرة الديتوكس هو ان انت بتنقي او بتنظف الجسم او تتخلص من السموم، وطبعا ادمان الانترنت يعتبر سم من السموم اللي هي بتصيبنا. الجهاز ده بيعمل ايه بالظبط وبيشتغل ازاي؟ بيشتغل انه انت بيتحكم في عدد ساعات شغلك على الانترنت او استخدامك للانترنت. تمام. زي الارم يقول لك انت استخدمت انترنت كتير قوي، فخلي بالك في معدل زي بالظبط الساعات اللي هي الطلعه الجديده دي، ان انت مثلا بتتحكم برضو بينبهك. مرتبطه بالظبط بالقلب، انه انت استخدامك للانترنت او للموبايل ده بيأثر على ضربات القلب، فخلي بالك. فممكن الانسان بقى ياخد باله من هنا ويقوم موقف استخدام شويه الموبايل او الانترنت وبكده يرجع يستخدمه تاني. وده انا شايف ان الجهاز رائع جدا بصراحه. ده الجهاز اللي معانا اللي اخترعوه الشباب. بصوا يا جماعه، هو الجهاز ده يعني بيوضح لك لو انت عندك مشكله، سواء بقى انخفاض في ضغط الدم او كمان عندك ارتفاع في ضغط الدم او نبضات قلبك ما فيهاش انتظام، فده بيوضح لك ان انت عندك مشكله فلازم تتوقف، ان هو بيحدد لك المشكله اللي عندك. على فكره هي يعني مش بعيده خالص عن الساعه اللي طبعا المعروفه او المتداوله دلوقتي عالميا واللي اغلبيتنا جابها، اللي هي بتتوصل على الموبايل بتاعنا وبرضه بتبقى، بس هي الفكره ان دي ما بتتحددش بماركه معينه. يعني أعتقد دي برضه اختراع بتوازي نفس الفكره، يعني فاهمه؟ الفكره حلوه جدا وكويسه وبتنبهنا لو احنا عندنا مشكله، بتقول لك ان انت عندك مشكله ما، فلو سمحت خلي بالك توقف عن الموضوع ده. نفس الكلام خلي بالك برضه العربيات الجديده بقى فيها نفس المشكله، ونفس مش المشكله نفس الموضوع، ان هو لما يحس ان انت سقت مثلا لفترات طويله جدا بينبهك ويقول لك ان انت هنا التركيز بتاعك ابتدى يقل، خلي بالك فلازم تقف شويه. فخلاص بقت التكنولوجيا دلوقتي في العالم بتنبه الانسان ان هو بيخش في مرحله ان هو بينسى نفسه وبيسرح في الحاجه دي، فممكن يتعرض لمشاكل نفسيه ولا قدر الله ممكن توصل لحاجات مش كويسه.